على نتائج التي أصفرت على مسابقتنا، ودعنا نشير إلى أمرين أساسيين. الأمر الأول وهو أن الهدف من المسابقة هو اكتشاف المواهب من جهة، ومن جهة أخرى تشجيع الفئات التي لم يحالف الحظ للوصول إلى النهائيات. والأمر الآخر هو أن هذه الرابع وراعي فهو منتوج 4 أشهر، وهذه كما تعلمون مدة قصيرة. إذن قبل أن نعلن عن نتائج النهائية، سيتلو على مسامعكم المقرئ صلاح الدراوي آياتنا الدبري الحكيم، ويتفق مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا الآن سنعلن عن نتائج المسابقة.
سابقة، ونبدأ بمجموعة الأولى. فبالنسبة للرتبة الأولى قد حصل عليها يحيى الدكي، وهي عبارة عن حاسوب معلم بحجم صغير يدعو المعطي الأخ الفاضل، فيتفضل بتقديم هذه الجائزة. أما بالنسبة للرتبة الثانية حصل عليها يحيى عثمان، وقد الثالثة وقد حصل عليها أسامة صدوق. ننتقل إلى مجموعة الثانية، وهي مجموعة الفتيات. بالنسبة للجائزة ستقدم يعني من طرف إحدى وليات أمرها أو إحدى قريباتها. والمرتبة الأولى وهي آية العلاوي نجيب، المرتبة الثانية وهي سلوى بن محجوب. ننتقل إلى المجموعة الثالثة، بالنسبة للمرتبة الأولى يوسف باري، وسيقدمها له ولي أمره لأنه هو جده، وهو عبارة عن حاسوب عن حجم كبير. الثانية قد ظفر بها يسير جوزة. بالنسبة للرتبة الثالثة حصل عليها عمران أبيت. ننتقل الآن إلى المجموعة الرابعة، وهي خاصة بالفتيات. المرتبة الأولى فاطمة الرحيلي، ثم المرتبة الثانية سنة عثمان. جائزة إلى آخر مجموعة وهي مجموعة الخامسة. الرتبة الأولى رايا عثمان حبالي. جائزة فهي عبارة عن دراجة هوائية. الثانية حصل عليها يونس حذير. أما المرتبة الثالثة فحصل عليها سعد زدوب. إذن ختاماً إذن كانت مباراه المسابقة، وختاماً فإننا نأمل أن تكون هذه الصفحية قد نالت إعجابكم ورضاكم، فإن وجدنا قد فتحنا بهذا الحفل أبواباً، وإن أسأنا فليس نعلمكم إلا كراماً وإخواناً. وإلى الملتقى في مسابقة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفرك وأتوب إليك.